أهلا بكم. المجلس الوطني الاتحادي يتقدم بمشروع لإعادة حوكمة وتنظيم واقع شركات كرة القدم في الإمارات ودمجها بالقطاع الاقتصادي، كونها شركات وصياغة قوانين قادرة على الرقابة والتدقيق على عمليات الصرف والإنفاق في قطاع كرة القدم الذي أصبح منفلتا ومثيرا للاستغراب في العقود الخرافية التي يحظى بها لاعب كرة القدم. الموضوع الآخر، العين والأهلي في الدور الثاني والوحدة يعود من بعيد إلى منطقة التأهل، وإسبانيا تنقب عن المواهب الكروية في دولة الإمارات في ظل نغمة لا توجد لدينا مواهب. هذه المواضيع وغيرها سنناقشها في حلقة الليلة من ملاعبنا، ابقوا معنا. ورحب بالأستاذ محمد الجوكر في بداية الحلقة. أبو سلطان مساء الخير. مساء الخير محمد. حياك الله. الله يحفظك. الله يحفظك. في جلسته 12 لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 16، ناقش المجلس الوطني الاتحادي يوم أمس الثلاثاء ملف العقود الخيالية للاعبي كرة القدم في دوري المحترفين. عاد ملف ارتفاع أسعار اللاعبين المحترفين بدوري الخليج العربي إلى الواجهة مرة أخرى، ولكن هذه المرة عن طريق طرحه أمام المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة أسبابه وتأثيراته وتداعياته المستقبلية. خلال الجلسة 12 لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 16 للمجلس، وجه العضو صالح مبارك العمري سؤاله إلى معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الشيخ نهيان بن مبارك النهيان حول دور الهيئة في الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية. رد الشيخ نهيان بن مبارك النهيان جاء واضحا ودقيقا، مبينا أن تحديد رواتب اللاعبين من اختصاص اتحاد كرة القدم الذي ينفذ قراراته باستقلالية تامة، وأن مستويات رواتب اللاعبين تعتمد على حاجة السوق والعرض والطلب والمنافسة وفقا للقواعد التي يضعها اتحاد كرة القدم ولجانه المعنية. معالي الوزير أوضح أيضا أن مسؤولية الهيئة العامة تتوقف عند متابعة أوجه صرف اتحاد الكرة للمخصصات المالية المعتمدة له والتي تقدر ب 57 مليون درهم سنويا. العمري تطرق إلى التأثيرات السلبية لهذا التضخم، مؤكدا أن هنالك أسر إماراتية بدأت تشجع أبنائها على التسرب من الدراسة والتوجه إلى أندية كرة القدم. المجلس وافق على تبني تطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. سلطان، نعم. إذن وصلت الكرة إلى ملعب المجلس الوطني، إذن هناك الأمور لم تعد بعيدة عن ممثلي الشعب في مسألة مراجعة بعض الأمور المؤثرة في واقع المجتمع وفي واقع وأيضا في الواقع المالي والصرف. تقدم إلى الأمام في مسألة أن الفترة القادمة فيها محاسبة. هو الحقيقة أولا بحد ذاته أن البرلمان يطرح مثل هذه القضية ويتناولها، هو بحد ذاته أنا أعتبره مكسب للحركة الرياضية ولقطاع الشباب والرياضة، على اعتبار أن السلطة التشريعية وهي السلطة الرقابية تطرح مثل هذه المسائل. هذا يؤكد على أن المؤسسات الوطنية تراقب عن كثب ما يدور في الساحة الرياضية، ولكن يفترض أن هذا الأمر كان يطرح على الحكومة ومن ثم يتم عرضه
على المجلس الوطني لاتخاذ القرار، لكن يبدو ان احنا عندنا العكس، ان المجلس الوطني يطرح هذا التصور ثم يعرض للحكومه، فهناك في تناقض في وجهه نظري. على كل حال هذا الامر في غايه الاهميه، لان سعاده الاخ صالح العامري طرح هذا الموضوع، وتم ايضا الاجابه كانت منطقيه وواقعيه من سمو الشيخ نهيان بن مبارك عندما ادلى بتصريحات عقب الجلسه، انا اعتبرها جلسه تاريخيه. ليش جلسه تاريخيه ابو مروان؟ المجلس الوطني الحالي استاذنك نعم في تفسير لماذا هي جلسه تاريخيه للتعرف على رايك في هذا الجانب، لان على الهاتف الان سعاده صالح مبارك العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي طرح هذا الملف في الجلسة فعلا التي كانت فعلا مثيرة للوسط الرياضي، وأيضا حركت شيء في هذا الملف الذي بدأ أنه غير منضبط الآن في كرة قدم الإمارات. سعادة صالح مبارك العامري مساء الخير. مساء الخير مروان، مساء الخير محمد الجوكر، حي قناة على هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين. تفضل سيدي العزيز، عندما طرحتم هذا الموضوع ما الذي حرك لديكم رؤية أن هناك أمر ما يجب تصحيحه في واقع كرة القدم؟ كيف لمستم أن هناك ضرر الآن ويجب إعادة تنظيم هذه الحالة؟ نحن لا تعرف وسائل اللعب تتكلم، وكثير من الاخوان قاعد يتكلم، ونحن تعرف اعضاء المجلس الوطني نحن نتكلم، وهذه امر تتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الاعلام، وهذا طلب من المجلس او من الاعضاء والموضوع اللي نحن نتناقش فيه طول العمر لا ذكر فيها الأندية. نحن السلامة لوضع الشركات صح. هذه الشركات ليش أكثر من 5 أو 6 سنوات، وهذا الأمر الحكومة نبعد الحكومة من القوانين حق الأندية، لأنك تعرف هذه الشركات لازم تكون تنسيق بين اتحاد الكرة والهيئة ودائرة جميل. ما اصبحت في شفافيه بين الامور طول العمر، والامور تكون واضحه اللي عندك واللي عليك. وهذا اصبح مطلب شعبي، والتوقيع نطلب من الله عز وجل ان يكون لها طول العمر صداها في المنطقه، اول شيء في دوله الامارات، دوله الامارات كل حاجه الاول، وبيكون صداها في المنطقه في دول الخليج في دول العربية. هذه بتخدم كثير من الشركات لأنها بتصدق العمل ونسبه، وانت بالعمل بتصدق اللي هي التداولات، لأن الحديث هذا كثر وكثير ناس تتكلم في وسائل الإعلام، كثر انتم أرواحكم إعلاميين تتكلمون عدة مرات في هذا الليل. صحيح، يعني تتوقع إن شاء الله أنها تحدث أثر قريب ومراجعات على موضوع، خاصة الموضوع ما يتعلق بجانب الاحتراف. جانب الاحتراف جاء كنا نتوقع عن يعني يحدث انضباط في الصورة، لكن كثير من الأوراق تبعثرت في سار الاحتراف فقط على الجوانب المادية، لكن على صعيد المستوى والنتائج لا نجد، لا نلمس هناك أثر يعني تطور. لمستم هذا الشيء؟ تعرف نحن دائما الامور طول العمر دائما يوضع على نصابها، تعرف هي الحكومه دائما يقرر القرارات، نحن نمثل شعب الناس عمر كثر كلام في الموضوع، ونحن الموضوع هذا مش حديث اليوم، هذا قبل شهرين نحن تعرف حتى شفنا له في قالب يخدم طول العمر اللي هي الانديه والشركات يخدمها، نحن تعرف تحدث الفيفا هذه عدنا هذه الشركات في 5 أو 6 سنوات، القانون هذا يخص الشركات وعمر، انا وبشرك
اللي بيكون صداها مثل الدول الريمات حتى في المنطقه في الدول المجاوره، لانك تعرف دولتنا في كل شيء نحن مقدمين في كل شيء فضل الله عز وجل وفضل بن عمر قيادته. نعم نعم الله يعطيك العافيه. انا شاكر لك سعاده صالح مبارك العامري عضو مجلس وطني الاتحادي، شكرا جزيلا. حياك الله، شكرا جزيلا. اذا كان معنا على الهاتف سعاده صالح مبارك العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي. اول شيء ابو زياد ارحب فيك. اهلا بك ابو زياد علي، حياك الله. اهلا وسهلا. زين نرجع الحين ابو سلطان، سمعت انت الكلام وايضا كان عندك في البدايه لا. موضوع ان هناك جلسه تاريخيه، هي لان النائب الاول للسلطه التشريعيه هو الرئيس اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة. صحيح. أعضاء المجلس الوطني من هم رؤساء مجالس إدارات أندية، من هم أعضاء في الأسر الرياضية، فإذا هم عايشين عن قرب المشاكل التي يعاني منها الحركة الرياضية. الأخ صالح العامري طرح موضوع الرواتب، محديد تحديد الرواتب، ووصف بأن راتب اللاعب يتجاوز 7 وزراء، وهذا طبعا الحقيقة أنا في اعتقادي إجحاف في حق اللاعب المواطن. لا ندخل بين راتب الوزير ولا راتب اللاعب، لأن الوزير لديه امتيازات متخصصة ومعروفة كل شيء، دون أن ندخل في هذه التفاصيل. حتى عالميا كذي. إيه، لكن لاعب كرة القدم. يعني في البرتغال ما حد يستلم مثل ميسي. فلذلك الحقيقة يعني رونالدو عفوا. أنا كنت أتمنى أن الطرح كما قلت يبدأ من الحكومة. يرفع المجلس الوطني. اي بس في كلمه بين السطور قالها سعاده صالح العامري، قال احنا رفعنا الحرج عن الحكومه حتى لا يقال ان الحكومه تتدخل في الشان الرياضي. لان لا، الحكومه الان هي مساله ما تتدخل في الشان، هو يمنع حسب القوانين الاتحاد الدولي تمنع تدخل الحكومه. انا كان قصدي ان دراسه الحوكمه اللي هي عباره عن ضبط الاموال وضبط هذه ترجع إلى لأن الأندية لا تدار من قبل قطاع خاص. الأندية في بعض الدول الأسيوية قريبة منا قطاع خاص واضح. نحن الأندية تدار من الحكومة، الحكومة هي الممول المالي الرئيسي للأندية. صحيح. من يرفع سقف اللاعبين رواتب اللاعبين؟ بالمناسبة كان قبل عدة سنوات تم تحديد سقف رواتب اللاعبين، اللي تجاوز هذا الحد الأندية. الأندية صاحبة النفوذ وما في آلية ضبط الموضوع، وتم عقود عقدين. عقد موجود تحت الكرة وفقا للسقف وعقد آخر موجود تحت الطاولة بالضبط. هنا الأندية هي التي تتحمل مسؤولية ما يحدث من هذه الظاهرة التي أصبحت الآن يعني حديث الوسط الرياضي وحديث المجتمع. بالتالي أنا في اعتقادي حتى نحل هذه الأزمة، أزمة الشركات كما شار سعادة الأخ صالح، ان توظيف هذه الشركات تحت مظله دائره الاقتصاديه تكون وفق اجراءات متعارف عليها بالضبط. وايضا الانديه التي مدعومه وهي تملكها الحكومات المحليه ان يكون هناك ايضا رؤساء الانديه يدركون اهميه هذا الامر، لان التنافس اللي يحدث بين الانديه اهميه، ولا ان الوضع اصبح خطير الان، مش قبل، مش ذاك الخطوره. يعني انت ممكن تتحاسب اليوم. ايه لابد ان إيه انت حساباتك ما في اجهزه رقابيه. الانديه تعمل في ظل غياب الجمعيات العموميه، وبالتالي كل انديه تصرف وفق تحت شعار نادينا وكيفنا. نادينا وكيفنا. نعم صحيح. بالاضافه الى ان في شغله ثانيه اللي هي موضوع أن رؤساء الأندية هم الداعمين الأقوياء، الشيوخ هم رؤساء أندية. نعم. هم الداعمين الأقوياء من جيبهم الخاص، فهذه غير الدعم الحكومي. تمام. وبالتالي أنت أحيانا تجد أنه يقول لك أنا عندي دعم، أنا عندي فلوس، أنا أقدر أضخ، فما تقدر تقول له لا أضخ. هي دلوقتي احنا دخلنا في منطقة أن مين اللي هياخد القرار ومين اللي هينفذه ومين اللي يقدر يضبطه كمان. انت رحت على المنطقه اللي هي ممكن تضبط المساله كلها او السوق كله، اللي هو المجلس التشريعي، الانديه نفسها. من خلال أوكي. لان هي اعضاء، هي البائع وهي المشتري. حلو. لو دورت هتلاقي الانديه هي اللي بتشتري، او السوق بتاع اللعيبه ده اللي احنا بنشتكي منه دلوقتي، الشاري فيه نادي والمشتري فيه نادي اخر، فاحنا بنغلي على بعض، واحنا رفعنا سعر اللاعب على انفسنا. يعني اقصد صاحب المصلحه واللي بيبايع والمشتري سوق واحد،
فاحنا ليه نكون ضد انفسنا في سوق احنا اللي بنبيع ونشتري فيه؟ فدي جزئيه مهمه قوي، يمكن دي لو كانت موجوده من اول لحظه تم فيها يعني تاسيس المجالس الرياضيه واشهارها عشان تراقب العمليه الاحترافيه او شركات الكره منذ نشاتها كان تم تدارك هذا الوضع. انا بعتبر ان اللي بيحصل دلوقتي تصحيح لوضع خاطئ من البدايه من ساعه يعني تاسيس المجالس تاريخ الرياضية. اطلاق الاحتراف، نعم، لان كان لازم من اللحظه الاولى هي من ساعه تاسيسها وتسميتها بشركات كره القدم اصبحت لها يعني صبغه تجاريه اقتصاديه. ففين الجهه المرجعيه اللي تقوم بهذا العمل على صعيد الشركات؟ كغيبه، الحلقه دي مفقوده من لحظه شو بيكون دورها اذا كانت مرجعيتها مرجعيه اقتصاديه تتبع دوائر اقتصاديه؟ هتتحاسب كما لو كانت شركات بديها ربح وخساره او لها راس مال يجب ان تغطيه من خلال ادائها. فده الهامش الاقتصادي اللي غايب طول الوقت عن الحركه الرياضيه. بقت شركات رياضيه باليافطه بس او باللافته بس من غير ما يكون لها واقع تجاري اقتصادي فعلي لتلبيه معايير الاتحاد الاسيوي. لا في حساب ختامي ولا في حساب ارباح وخسائر ولا في مثلا ميزانيه نقول هنخليها صفريه وتكون المصروفات قد الواردات. فانت الى حد كبير قوي بقيت عامل لنفسك يعني فئه خاصه بيك على صعيد الشركات الرياضيه، لا هي بها الرياضه ولا اقتصاد، فبقت مايعه. وكمان المجالس الرياضيه من الاول خالص ولغايه قريب كنا بنسمع بعض المسؤولين بيقولوا ان هم ما عندهمش سلطه الرقابه على الانديه من ناحيه الصرف المالي، وده قصور واضح من اللحظه الاولى، لان مش ممكن تكون متاسسه كشركات تجاريه وتكون في نفس الوقت مغيبه على صعيد محاسبتها. صح صحيح. فدي الجزئيه اعتقد المجلس الوطني عمل سبورت عالي جدا للجزئيه دي، وعمل سبورت عالي جدا كمان لاتحاد الكوره من خلال اللجنه اللي عملها بتاعه الحوكمه الماليه اللي هي فيها حاليا شركاء معاه المجالس الرياضيه بالاساس عشان تشرف على الانديه في تنفيذ الرقابه الماليه المرحله الجايه. ممتاز. الان حتى سعادة مروان بن غليط اليوم في تغطيتكم وزياد انا حكيت معه تكلم وصرح في هذا الاطار في هذا السياق انه يعني يتم تسجيل اي لاعب يتجاوز سقف الرواتب. بالضبط، غير كذي اللي حاب يرفع سعره يطلع برا. لا كمان حاجه يتجه الى الخارج. في رساله مهمه قوي وجهها، قال من دلوقتي وصاعد مفروض نعرف اللاعب الاماراتي هيكون سعره الحقيقي ايه بالظبط. ايوه، من وين بقى؟ لانه لو ساعة ما يكون سقفك 2 مليون زي ما هو قال مثلا، برافو، وطبعا بيقول 2 مليون اما معناه اللي هيطلب زياده عن 2 مليون يقول له احترف خارجي الفرصه قدامك. اها، يعني بالبلدي كده شوف سعرك هيجيب كام بره يساوي فعلا اكتر من 2 مليون ولا لا. هو عايز يفتح الباب لسوق العرض والطلب خارج حدود دوري الامارات، لان احنا عاملين زي ما قلنا من شويه سوق خاص بينا جوه دوري الامارات. يعني مش من الجائز ومن اللائق ولا من الطبيعي ان يكون سعرك كلاعب في الدوري المحلي اعلى من سعرك خارجي او دولي. صحيح، فدي مغالطه كبيره. صحيح. يعني لو فعلا في سوق عرض وطلب حقيقي ليك وموجود سعرك عالي جدا في الخارج فلازم بالتبعيه يكون بالداخل زين ممتاز اقل شويه. زين ممتاز. ترى احنا بعد اللاعبين الان في شريحه منهم يتابعونا طبعا، فكل ما يطرح الان كانه ضدهم. صحيح. ان ليش ليش ليش، ولكن هناك نجوم وهناك فئة تمام ثانية وهناك فئة ثالثة وهناك فئة عادية من اللاعبين. صحيح. يجب أيضا أن هذا يحسب في يضع في الحسبان. هناك من 5 إلى 6 إلى 7 نجوم سوبر فعلا. صحيح. فلا يخلط الحابل بالنابل في هذه المسائل أيضا. حتى لا نظلمهم بمروان، هناك نجوم في الإمارات على سبيل المثال الثلاثة. صحيح. أحمد خليل، عموري، مبخوت. هؤلاء الثلاثة الحقيقة من حقهم، لأن مستقبلهم من بني على كرة القدم، ومن حقهم يطالبون ما يرون أنفسهم وفق نجومية تفرض وضعها نجوميتهم. بالضبط، والعرض والطلب. ايه بالضبط. فلا يمكن لا نريد أن نظلم هؤلاء. بالعكس، من حق اللاعب أن يأمن مستقبله، لأنه خلاص بنى حياته كمستقبل رياضي وبالتالي يرفع سقفه حسب المعطيات الموجودة. وهؤلاء نجوم، يعني هم يعني من الناحية الفنية أفضل من كثير من اللاعبين الأجانب. بالفعل. اللي يأخذون أضعاف الأضعاف، ومع ذلك الـ 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 الاتهامات او الضغط مركز على المواطنين. أه. المقابل الاجانب اللي ياخذون البلاوي ويصرفون الاخضر واليابس من وزارات الانديه هم اللاعبين الاجانب. برافو عليك. فلذلك نحن اللاعب المواطن ايضا يجب ان نقف في ونسانده. خذها مني، ليس هناك عرض لاي لاعب اماراتي يلعب خارج اللهم لا يتجاوزها الثلاثه. اما هالثلاثه غيرهم ما يستحيل في لاعب ممكن يلعب خارج الامارات، لان البيئه المتوفره للاعب في الامارات في الانديه في بالضبط ما تجعله محتاج للمغامره في الخارج. صحيح. اضف الى ذلك ابو سلطان ان الان وكلاء اللاعبين لو لاعبين هم في حاله
طبيعية مثل لاعبين العالم كلهم. نعم. هناك وكيل لاعب ويسوق اللاعب هذا. أهل لاعبتنا لم يصلوا إلى قناعة أنه يسوق نفسه أساساً. صحيح. ممكن يحصل أحمد خليل على عقود رائعة جداً في السعودية، ممكن. تمام. عموري ممكن يحصل على مبالغ هائلة، مع علي مبخوت كذلك. صحيح. حبيب الفردان كذلك، عامر عبد الرحمن كذلك. إذن عندنا قائمة من النجوم موجودين، ولكن هم أساساً وكلاءهم داخليين بس للتسويق المحلي. صحيح. والوكلاء يبحثون لأنفسهم، ومفروض الآن أيضاً كاتحاد كرة القدم أيضاً أن يضع الوكلاء أيضاً تحت مظلة الرقابة. أه. لا يتم أيضاً، لأن هناك بعض الوكلاء للأسف الشديد يقومون ب هذا. يأخذنا الموضوع ثاني وسلطان في نفس السياق أيضا، أن عناصر متعددة في عملية كرة القدم أو الاحتراف في كرة قدم الإمارات، هناك عناصر كثيرة أيضا غير خاضعة لنظام دقيق من المتابعة والمراقبة وكذا وكذا. أنت تعال خذ موضوع اللعيبة اللي يسوي عقد في إسبانيا مثلاً، أو يسوي عقد في اليابان، أو يسوي عقد في أي دولة، تعتمد على الضريبة. تمام. تعتمد على الضريبة، يعني أنت مبالغ هائلة جداً الدولة ما تستفيد منها. صحيح. على فكرة المشكلة دي في طريقها للحل، وأنا المعلومات اللي عندي بتأكد أن اتحاد الكرة يعني واخد طريق مسار صحيح جداً، وأعتقد أنه هو محكم جداً لضبط المسألة. هما هيعملوا حاجة غرفة يسموها غرفة انتقالات اللاعبين. حلو. الغرفة دي من ضمن أهم شروط أداء عملها، ان قبل 6 شهور الاخرين في نهايه العقد اللي هم من حق اللاعب ان يتعاقد او يعمل تعاقد حر، حلو، هيقوم بالنادي الاصلي اللي هو اللي بيرتمي بيه اللاعب بوضع التجديد بالنسبه له، يعني يحط رقم من غير ما يعلن، يعني هيقدمه للغرفه يقول ان الرقم اللي هيجدد بيه اللاعب هو ده، كويس، اكنه ما زاد بس ولكن غير معلن، ويجي اي نادي عايز يتقدم له من خلال الوكيل يقدم للغرفه دي من غير ما يعلن الرقم ده. في خلال 6 شهور بتكون الاولويه للنادي الاصلي، لو حلو. لو العقد بتاعه احسن، الغرفه هي اللي بتقرر انه يستمر مع النادي او يروح نادي اخر. حلو. فما بقاش في مجال للمساومه بقى، لا ده جاله اكتر، ده جاله 2 مليون، ده جاله مش عارف، يعني الشغل اللي بيعملوه الوكلاء ده هيتلغي خالص. مش هيبقى ليه. ابو زياد، موضوع احمد خليل وين وصل؟ انت جاي من المطبخ الصحفي. احمد خليل خلاص جزيره اكيد. اكيد اكيد، بس حسب تصريحات اليوم بن غليطه قريتها ان احمد خليل ما زال اسمه موجود في قائمه الاهلي، ولم يتم تسجيل اوراقه في الجزيره. ده اذا كان جديد، انا من جوه الاهلي معلوماتي العكس يعني. بس اذا كان في حاجه من اتحاد الكوره بتقول انه راح على الجزيره، هي دي اللي ممكن تكون الى حد كبير. طيب. معتمده، لان ورقه تقدم. طيب، هل في مجال ورقه تقدم للتسجيل في الجزيره؟ طيب، هذه الغرفه متى سيتم تدشينها وانشائها؟ دي المفروض يعني بجاري اعدادها، يعني هي مرتبطه بنقله اللجنه الماليه للحوكمه، يعني ساعه ما يتم تنفيذ الاليات او ضوابط اللجنة العليا للحكام اللي عملها اتحاد الكرة بالمجال مع المجالس الرياضية، هيتم اعتقد على الموسم الجديد. طيب، وتحديد سقف للرواتب؟ سقف الرواتب محدود اوريدي موجود، بس هو هيبقى فيه استثناء لبعض اللعيبة زي ما قلنا، اللعيبة المهمين دول طبعا هيبقى ليهم وضع خاص. أوكي. لكن كمان هيكون مشروط بتقديم لماذا الاستثناء بالنسبة لهؤلاء. صحيح. يعني هيتقال ايه الظروف اللي بتجعل اللاعب ده وضع استثنائي، ويتم قبولها يعني في معايير. طبعا في زي ما احنا متفقين كده على ان دولت لعيبه مميزين. طيب، وليهم خصوصيه. الدوري الانجليزي، الان الدوري الانجليزي. أي. هو سوق عمل. تمام. هي وظيفه مثل اي وظيفه، انت تعمل في بنك، تعمل في اي مكان، خاضع لمعايير سوق العمل. تمام. والانظمه اللي توفرها يعني او اللي تضعها الدوله هناك في 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 المملكه البريطانيه. هني عندنا احنا طبعا من شرطهم مثلا عمر عبد الرحمن ما يروح، ما يشتغل وياهم هناك كلاعب محترف بسلطان، هالكلام معروف. ليش؟ لان يقول لك تصنيف دولتك كمنتخب وين واصل، انت عدد مشاركاتك في منتخب الامارات كم واصل، فهي من ضمن الشروط حتى تقبل كلاعب محترف هناك. انا نفس الشيء هني، ما لي حق اني انا اضع مجموعه من الشروط ما يتعلق بواردات ماليه في العقود الهائله جدا للاتحاد. للاتحاد هاي ما تدخل في اطار ضريبه ولا تدخل، لكن في اطار دعم اللعبه. العقد اللي يتجاوز كذا كذا فيه جزء منه يقتطع للاتحاد في 2% حاليا. ها؟ من ضمن المعايير الجديده للانتقالات اللي هي طبعا الان لم يطبق. أيوة. لم تطبق، هتطبق بقولك مع التطبيق. شو رايك بسلطان؟ 2% هيبقى. حلو، ممتاز. هو طبعا المقارنه بين الامارات او اي دوله خليجيه مع اوروبا صعب جدا، لان هناك كما قلت ان الشركات هي التي تدير الأندية، ورجال الأعمال أصحاب الرؤوس الأموال هم الذين يديرون. صحيح. وتساهم في اقتصاد البلد. تساهم، وهناك مزاهمين، وهناك جمعيات عمومية، وهناك ناس يعني يصرفون على الأندية، يعتبرون النادي ملك خاص لهم، بينما نحن في الإمارات نحن اعتماد على الدولة. الحقيقة لم تقصر، والحكومة أيضا تعتبر الرياضة جزء من
الناحية الاجتماعية لتشجيع أبناء الوطن، لكن مع هذه التطورات، مع تدخل المجلس الوطني، مع تدخل أيضا الإعلام، مع تدخل القيادات، بدأت الآن الأمور شوي تتحسن بعد تجربة 9 سنوات احتراف. الآن ربما السنة 10 أنا في اعتقادي ممكن تكون هي البداية الحقيقية للانطلاقة نحو احتراف أفضل، ومستغلين ومستفيدين السنوات 9 اللي نعتبرها كانت مجرد تجارب وحقل تجارب فشلنا فيها فشل ذريع، علينا ايضا ان نستفيد لان النتائج لم تواكب هذا العمل وهذا الصرف على صعيد الانديه. طيب خليني اسال على شغله ثانيه اللي هو موضوع التوصيه، تتضمن ادراج بند المساءله القانونيه مسؤوليه اتحاد كره القدم او مساءله القانونيه لاعضاء مجلس اداره الانديه بالشان الاداء المالي، كيف؟ واضح الكلام ان مجالس اداره الانديه يجب ان يتم مراقبتهم. يعني اي نادي يتجاوز الشرط التي حددتها أنظمة الحوكمة فلا بد أن يتم مراقبتهم ماليا. من الجهات الأعلى، من مثلا على سبيل المثال أندية كل إمارة هناك مجالس رياضية مثلا هي التي تقوم بالإشراف. نعم والمجالس الرياضية أيضا لديها جهات رقابية مالية أخرى. بالضبط، الحكومات المحلية تحتاج له. أنا أعتقد في الأندية الخراب بين قوسين أو الفوضى التي تحدث الأندية اتخاذ القرارات الفردية. هذه القرارات الفردية يعني مجالس غير موجودة، فقط شخص يدير العملية كلها. مجالس إدارات الأندية أنا أقدر أسميها ديكور، مش الكل، غالبية الأندية، وبالتالي تدار من قبل بعض الرؤساء مجالس إدارات الأندية بالريموت كنترول يديرون الأندية. وهذه أيضا واحدة من أهم العقبات التي واجهتنا في الآونة الأخيرة. الآن يجب أن يتحرك المعنيون بالأمر والقائمين على إشراف هذه الأندية بوضع جهات إدارية مختصة بزيادة العمل الاحترافي، بزيادة الناس الرقاب المراقبة، زيادة الناس القانونيين، زيادة الناس المختصين، حتى تسير الأمور وفق ما تسير إليها الأنظمة الخاصة بالحوكمة وإلى آخره. جميل، خلينا نروح على السؤال اللي وجه لمعالي الوزير يعني بشأن مسؤولية كونهم، يعني كان السؤال مطروح على الهيئة. نعم زين، ف معالي الوزير الشيخ نهيان بن مبارك نهيان بذكاء قال المعني في هذا الموضوع هو اتحاد الكرة. صحيح، تمام. فهذا الملف الآن يخضع لاتحاد الكرة بالكامل. هل أيضا تحريك هذا الملف في المجلس الوطني كان في هناك حنكة عالية جدا حتى تتضح الأمور؟ تمام، أنا مين اللي مسؤول على هذا المكان، مين اللي مسؤول على هذا المكان، والآن اتضحت. تمام، هو طبعا الاتحاد الكرة جهة اختصاص بشكل أساسي، لكن أنا حابب أقول إن ده هم وطني وهم البلد كلها. يعني طالما بقت قضية رأي عام والمجلس الوطني بيناقشها، فهي بقت أصبحت مش قضية جهة ما ونقفل عليها الباب ونسيبها تعمل بمفردها. أنا شايف إن هي لازم تكون توجه عام للبلد كلها ورؤية عامة يتم كل واحد من قطاعه يساهم فيه إزاي. مش ممكن يكون حاجة رياضية أو كروية وأقول الهيئة ملهاش دعوة بيها. يعني أنا مش شايفها بعيدة، لكن كمان مش شايفها ما تتدخلش خالص. بمعنى إيه؟ يعني ما يبقاش الرؤية بتقول إن أي تدخل هيعتبر تدخل حكومي. لا، مش تدخل حكومي، أنت بتدخل بالجزئية أو بالإشراف اللي يخليك تراقب صرفك أو دعمك المالي اللي بتقدمه لهذه الجهة. بمعنى إن ده مش تدخل رياضي بالمرة. برافو عليك بزياد، ودي أكدها على فكرة في المجلس، في الجلسة نفسها. كلام سليم بس هم لما تكلموا، هم لما طرحوا الموضوع طرحوا على أساس إنه مشكلة. تمام، إن هناك إنفاق هائل جدا في قطاع كرة القدم بدون مردود. وخليني أقول لك حاجة مهمة، الهيئة الهيئة مش مساهمة في هذا الموضوع. يقول لك هذا الأندية هي اللي أسبب المشكلة. هي بحكم إنها داعمة أو بتقدم الدعم المالي، فمن حقها تراقب ماليا وليس فنيا. تراقب مبلغها، تراقب المبلغ اللي تصرفها. مبلغها هي مبلغ زهيد، 54 مليون. 54 مليون التي تصرفها، يعني هي بحكم انها بتصرف، لكن كمان بحكم دورها اللي هو الى حد كبير كمظله واسعه للرياضه في البلد، ليها دور. مش معناه ان هي يعني ما استطعت تتخلى، مش معناه ان هي توجه او تحل مجلس اداره او تتدخل بجمعيه عموميه. أيوة. يعني التدخل لا يكون بحل مجلس اداره مثلا. صحيح. او بقرار تمس. وين التدخل؟ التدخل يكون في كيفية المتابعة، كيفية الصرف للإنفاق. كيفية الصرف، يعني حتى لو أنا بديك 10 وأنت بتجيب بتكمل ب20 من بره،
انا في الاخر بحكم اشرافي عليك على 10 وعلى 10 وعلى غير حتى على غيرها. انا بقول لك انت كجهه، انا جهه يعني مظلتي الاداريه اعلى منك، مطلوب مني اراقب ادائك المالي عشان اعرف انت رشيد او غير رشيد. صحيح. في ادائك في بنود، مش في بنود كده. في الموازنه انما مالكش دور بقى انك تعاقبها. يعني يمكن الجزئيه الغايبه عند الناس ايه، ان انت تتصور ان الهيئه ممكن تعاقب اتحاد الكوره فتوقف نشاطه او تحل مجلس ادارته او حاجه زي كده. صحيح. ده مش حاصل، ده مش هيبقى موجود. لكن كل الحكايه هيقول يا اتحاد كوره انت يعني عفوا خرجت عن النص او اخترقت مثلا الصرف في البند الفلاني، فيتولى جهه ما ديوان محاسبه وهذا موجود. جهه ما وده موجود. فهو كل اللي عليه الهيئه في الحاله دي ان هو يوجه جهه الاختصاص بالرقابه او بالتحقيق. صحيح. فده المطلوب، وده مش صعب ومش غلط. المستشار محمد الكمالي في نفس الجلسه اكد على ان تدخل الهيئه او دورها او احنا مناقشتنا في المجلس الوطني لهذا الموضوع ليس فيه اي خلل او اختراق او مساس بالتدخل الحكومي، يعني اكدها بما لا داعي مجال للشك، وده اللي خلى التوصيه تطلع بالاجماع في الجلسه. حلو. يعني كان في اجماع على ان الكلام ده ما فيش فيه اي تدخل حكومي، ولذلك هذه التوصيه بالاجماع. خلينا نقول حاجه برضو يصدرك، يمكن ابو سلطان تطرق ليها وانت قلتها من شويه، انا عايز اقول ان المشكله ما بقتش ظاهره وبقت مؤرقه ومزعجه الا لما حصلت انتكاسه المنتخب. تخيل لو كان المنتخب مثلا الدنيا ماشيه كويسه في التصفيات المونديال وكل الامور ماشيه تمام، هل كان حد هيتكلم على راتب اللعيبه او هيحس ان هي قضيه مزعجه؟ لا. انا متهيألي كانت هتبقى الامور ماشيه. صح. ويستاهلوا، لان فعلا هيبقى لان الجمهور متضايق. لما انت عمل المشكله كلها اللي خلق الاحساس بالضغينه ده. صح. او السخط ده ان المردود مش زي المصروف، يعني انت اللعيبه اللي بيتضخ لهم كل هذه المبالغ عند المحك او عند المعترك اللي هنشوف فيه نتاج كل ذلك ما لقيناهمش، فعمل لك احساس بالاحباط. لا دول ما يستاهلوش بالبلدي كده يعني. صح. لا لازم نقف وقفه ونشوف طلعت اصوات بهذه عشان يبقى مردودها يساوي مصروف. صحيح. وقبل ما اغادر انا هذا الموضوع بس ابى العنوان اللي وضع اليوم في جريده الخليج الرياضي لمروان بن غليطه انه ان الاوان ليعرف اللاعب سعره الحقيقي خارج دورينا. تمام. ففي توجه واضح انه هذا يعني غير طبيعي ويجب ان ومشين للنهايه فيها على فكره، واضح انه صح ولا لا ابو سلطان؟ تتفق مع التصريحه؟ نعم نعم اتفق معه. واليوم الاخ مروان حاليا عنده ندوه في راس الخيمه يتحدث عن واقع استثمار الانديه، واتمنى ان شاء الله ان هذا ايضا الطرح اللي تصرح فيه في الصحف ونشرات الخليج ان ايضا يستمر في طرحه ونهجه خلال الفتره القادمه. جميل جميل. زين برجع لموضوع لان هذا بتخلنا بعد في مشاكل لما نقارن حاله العين وحالة الأهلي في واقع الرياضة على المستوى القاري. كيف بتجي تخضع أندية منافسة الآن قاريا لقوانين صرف معين هي تحتاج إلى أنها تكون سقفها عالي في الإنفاق حتى تنافس خارجيا؟ اليوم الأهلي نقطة تفصل عن التأهل، قدم مستوى عالي جدا وقبل سنتين كان ثاني آسيا، والعين يعني كسرنا حاجز التغلب على أندية كنا ما نحن متغلب عليها في ملعبها. فهذه الأندية لولا الإنفاق يا جماعة ما وصلت لها المستوى العالي. بسلطان بزياد، هو على فكرة الصرف في حد ذاته مش هو العنصر الوحيد اللي بيعمل لك حضور، لكن شو اللي بيعمل وهم مش مؤثرين على صعيد الصرف. يعني يمكن احنا دلوقتي اللي بيحصل مش ردة للخلف أو نقول اقتصاد في الإنفاق أو ترشيد، هو ترشيد أكتر منه اقتصاد. يعني بمعنى أنت مش بتقطر عليهم، أنت بتعمل ترشيد، لأن كان بيحصل ضخ عالي جدا لا يوازي مردوده، يعني لا يحقق مردوده. يعني اللي حاصل يمكن الاهلي كان هو اكتر نادي حاليا في الفتره الاخيره طلعت هذه النبره منه او حسينا بيها بشكل عالي، لان كان فعلا الى حد كبير اللي تم ضخه على صعيد راتب اللعيبه او الانفاق في سبيل التعاقد مع لاعبين اجانب ومحليين جدد الى حد كبير لا يساوي مردوده. فانت اللي بتعمله دلوقتي مش عمليه تقطير او يعني تخفيض للميزانية الخاصة بهذا المنحة، لا انت بتعمل ترشيد بس، بتحاول تخليها العرض والطلب يعني النادي ممكن يضع ميزانية 200 مليون ممكن يضع لنفسه حر، المهم تكون يعني تكون في محلها. القضية مش قضية يعني الكلام على فقط رواتب ومراتب وانضباط في هذا الجانب. تمام. انضباط بس انه يحط نص مليار ميزانية ما عنده مشكلة. صحيح. انا ما تهيليش في مشكلة. طيب حلو، خلني اخذ الان اذا تكرمت سعادة عبد العزيز النومان. ابو عبد الله مساء الخير. والله بالنور والعافيه ومسي على ضيوفك الكرام. حياك الله. ابو عبد الله للتو الان انتم انهيتوا اجتماع لمناقشه هذه الاجواء بعد الحوار والنقاش في المجلس الوطني اللي ناقش موضوع ملف عقود اللاعبين.
نقاشكم كيف صار اليوم في هذا الجانب، وهل هذا النقاش الآن في المجلس الوطني تحت سقف قبة البرلمان هل يتطلب نقاش جماعي ولا نقاش كل جهة تناقش وضعها بروحها؟ والله شكرا من قال أبو شيء مستعد أخوانك الموجودين. أهلا وسهلا. قبل أتكلم على موضوع اجتماعنا اليوم من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الشخصية، موضوع اللي انطرح في البرلمان وتفاصيله أتصور أنه يحتاج دراسة قانونية حلو في مكافأة الأمور، لأن اليوم البرلمان هذا يناقش شؤون الدولة، يناقش احتياجات المجتمع، ويناقش عمل المؤسسات والنظام وغيره، لكن اتحاد الكرة اليمين منفصل لمنظومته وعمله وغيره، بحاجه تصدير قرارات وتوجيهات تحتاج دراسه قانونيه قبل تفعيلها او توجيهها للاتحاد. هذا راي شخصي، لكن انا عارف ان هذا القانونيين تم استشارتهم في الموضوع هذا، اتصور ان يجب ان يكون هناك تشريع رسمي في الموضوع هذا قبل. من اللي صدر التشريع ابو عبد الله؟ من وين التشريع قصدك؟ قانونيين، الدوله تمتلك جهات حكوميه قانونيه، يعني اليوم هذا الموضوع السقف نوقش في الاتحاد وعندنا انديه وهناك لجنه درست وعملت وغيره، لكن كيف انطرح الموضوع هذا وهو الاخ مروان هو اصلا رئيس الاتحاد ونائب رئيس البرلمان؟ صحيح. فكان الأولى أن يقولوا أن هذا الموضوع انطرح وفي دراسة موجودة وغيره كل حاجة، ونحن عارفين أن هناك تحضير للاجتماع للبرلمان المجلس الوطني، هناك تحضير والمواضيع تطرح مجدولة ومحددة، فكان الأولى في عملية اختيار المواضيع أن هناك يكون هناك دراسة وهناك عمل وهناك جهد مبذول وغيره كل حاجة، ولا نحتاج أي تشريع من أي جهة حكومية توجه الاتحاد وتوجه الغير في عملية إلا في حالة واحدة فقط، إذا كان الاتحاد تكون جهة مستقلة تتبع لمنظومة دورية هي اللي تطلب من الجهات الحكومية في عملية التنظيم والمساعدة في تطبيق القرارات وتنفيذها. وهذا في وجهة نظرك هذا ما تم، أن في تمرير الموضوع هذا ما تم. أنا حسب معلومات، يعني أنت اليوم كيف بيتم هناك جهد مبذول وهناك، يعني نحن اليوم ننتظر من الاتحاد التنفيذ، يعني أنا واحد عضو باللجنة. حلو. وعند وضعت توصيات ابو عبد الله؟ في توصيات ومرحله كبيره وواصل للتنفيذ. زين، شو ابرز النقاط اللي حطيتوها في معالجه هذا الوضع؟ شوف انا بتكلم بشكل عام، انت اليوم احترام خصوصيه العمل وعدم لان لم يخرج الى الان لك لا غير، لان المصرح الوحيد اللي يتناول بتفاصيله هو رئيس اللجنه مروان بن غليظ، سعاده مروان بن غليظ هو اللي يحق له يعني يصرح على ما كل تم. حلو. ولم ينجز العمل حتى الآن أتصور. نحن لا العمل منجز. حلو. حدد هناك أربع أنواع من الفئات كسقف موجود، هناك لجنة للانتقال، هناك مكتب العمل أبو لجنة للمراقبة الحوكمة اللي غرفة انتقالات اللاعبين، أو هناك مكتب لغرفة العمل، هناك منظومة عمل متكاملة من يتجد أرسلت حسب معلومات أرسلت الاتحاد الفيفا وتم التشاور، يعني جهد كبير. وجرد جرد من الفيفا ابو عبد الله حسب معلوماتنا هناك رد. زين خلني ما بقى في لكن انا استغرب اقول لك، يعني انا نحتاج ليش رحنا هناك ما دام كل شيء منجز اساسا؟ كل شيء هذا هو انا علامة. طيب خلي دعم اضافي ابو عبد الله، هذا دعم اضافي يدعم العمل. جيد. لا يجوز باي صفه اليوم المجلس الوطني يناقش شؤون الدوله بكافه امورها. طيب. هذا الاتحاد معني مفصول لقراراته ولعمله يتبع لمنظومه دوليه بكافه تفاصيلها، قلت لك الحق الوحيد بس هم هذا الاتحاد اللي يطلب. برافو عليك، وجهه نظر انت تراها وجهه نظر قانونيه. لان كان عندنا خيار اخر، ولان البلد لا يوجد فيها نظام الضريبه اللي يتم الاستعانه بعض الجهات الحكوميه لعمليه الرقابه، وهذا يعتبر تدخل. لو كانت عندنا ضريبه مقروره في الدوله وهي تراقب على مستوى الدخل وعلى الشركات، كان سهوله عمليه تطبيقها نفس نظام الاسوان. عدم وجود قرار الضريبه الموجود لا يحق لنا نحن نستعين جهات في العمليه. هذا الجانب معنى، كان انا بس حبيت اعمل، نحن مستغربين من عمليه الطرح اللي نوقش وعمل وغيره واساسا الحلول موجوده والملف منجز. نائب رئيس البرلمان هو رئيس الاتحاد نفسه. هناك طيب اعتبارات اخرى نحن ما نعرفها او غيره، لكن انا اتكلم كشخص
نطلع واتكلم كشخص عبد العزيز قانون انت حلو الرياضه وليس في الحكومه. ممتاز في ممتاز الخبره اللي اخذناها من في العمل في الاتحادات الاقليميه الموجوده. طيب اجتماعنا اليوم تفضل. اجتماع كان مبرمج امانه، كان مبرمج سعادة مروان بن غليطة أشعرنا أن هناك تنسيق، هناك تنسيق بينه وبين أندية الشارقة في عمل اجتماع مع رؤساء الأندية، وحاب أن يكون المجلس موجود يحضر هذا الاجتماع. والاجتماع كان أمانة فعال، تكلم طرح الاتحاد بعض الهموم اللي يواجهها في عملية الشفافية في العقود، أن يجب أن يكون هناك شفافية في العقود والتعاون مع الاتحاد لخلق منظومة، خلق منظومة تسهم في المجتمع وتواجه هذه الانتقادات، لأن الكل مشارك في المنظومة هذه سواء أندية سواء اتحادات سواء غيرك هذا. فكان يعني طرح جميل من سعادة مروان أن يشرح هذا الجانب، أهمية مشاركة هذه الأندية بشفافية العقود وعدم مخالفة الأنظمة واللوائح وغيره. وبعد ذلك تكلم وعطى بعض الأفكار البسيطة أن هناك لجنة اجتهدت وعملت وفي منظومة عمل حتشرح خلال الأيام الجاية للأندية عن طريق فريق عمل، تكلم في الفئات وتكلم في منظومة عمل وصخب وجانب إيجابي ومصلحة الأندية فيه ومصلحة الرياضي كذلك يعني موجودة فيه وتعامل مع الأجنبي. وأمانة كان تفاعل شديد موجود من الأعضاء، لكن استشعرنا نحن، أنا أتكلم استشعرنا نحن كمجلس أن هناك عمل ديمقراطي يعمل في الاتحاد مع الأندية. حلو. هناك رضا كبير، رضا كبير ومنطقي من الأندية على العناصر البسيطة اللي طرحها عن الحوكمة. يا سلام. هناك رضا كبير من الأندية، أنا أتكلم عن أندية إمارة الشارقة، رضا كبير. أسئلتهم كانت محدودة في ضمان حقوق النادي وضمان كذلك تكلموا بعد حقوق اللاعب. صحيح. يعني وتكلموا عن لاعب الاجنبي يجب ان يكون لا يعقل ينطبق على اللاعب المواطن ويترك اللاعب الاجنبي. واللاعب الاجنبي يترك صح، برافو. هي يعني نوقش هذه المواضيع، وهو اخذ بعد معلوماتهم وهو خارج قال انا استفدت كثير من معلومات تقدمت من انديه، ان كان اجتماع فعال من كافه الامور وطرحوا. طيب ابو عبد الله، ابو عبد الله انت رجل رائع جدا ومسترسل ما شاء الله عليك، وانا وقتي ضيق وكلامك كله مفيد، كله مفيد ونرغب في السماع الأكثر، لكن خلني بدقيقة إذا تكرمت أبو عبد الله، إذا تكرمت أعطني بس، لأن في موضوع ما باه يمر. قلت أنتم قسمتوا في فئات أربع، هل ممكن نتعرفنا على الفئات الأربع من قوائم الناس اللاعبين في العقود؟ لا، هو حدد فئة مميزة وعطاها رقم. حلو. وحدد فئة بمستوى جيد جدا وعطاها رقم. حلو. وعطى فئة هي اللي هي الاعتيادية وعطاها رقم. زين. وعطى فئة جديدة داشة من التحت وعطاها رقم آخر. هذه العقود بتكون بهالآلية. هنا هنا. زين. في شغلة ثانية ما تلاحظ أبو عبد الله، إن في عندنا إحنا سلع تخضع للضريبة، في عليها ضريبة، في سلع. وضح. خلني ما بقولها لأنها إيش اسمه، على سبيل المثال السجائر. إعلامي وتسأل بشفافية. زين لحظة، لأن أنا لأن ما بقول السلعة، الدخان السجائر. نعم. هذا يخضع للضريبة. الآن عقود اللاعبين هائلة جدا، وأتكلم بالتحديد خلنا نقول أنتوا طرحتوا اليوم موضوع العقود اللاعب الأجانب مبالغ هائلة، لماذا لا توضع له بند ضريبة خاص فيه؟ موجود طرح 2% من عقود اللعيبة وفعال خاص حتطبق الموسم الجاي. طبعا فعال ملزم. زين. 1% على الأندية. أها. 1% على السمونة. يروح على خزينة الاتحاد. على خزينة الاتحاد. أنا شاكر. والأندية جالسة تحضر نفسها في الجمعية العمومية أن هذه المبالغ تصرف في أشياء معينة. برافو. هذا اليوم طرح خلص. جزء منه كان عندنا 3 محاور، كان خاص بمروان، وفي شركة سباير كانت تقدم السلع خدمات على أساس موضوع المعسكرات والعلاج. وآخر اجتماع كان لقاء مفتوح رئيس النادي مع رؤساء الأندية مع الشيخ صدر، يتكلم عن هموم الرياضة على المستوى المحلي والتطور اللي بيتم من بينه، وطلعنا بمقترح جميل جدا اللي هو بتشكيل مكتب للتنقلات الرياضية ما بين أندية الشارجة، والتنسيق ما بين أساس يستفيدوا ما بين بعضهم بعض اللاعبين والتبادل
وسد الفراغات الموجوده. يا ريت يا ريت، بس اخشاك انه ما بيتنفذ. اخشاك ما يتنفذ. ما بيتنفذ ابو عبد الله. بيتنفذ. في انديه حساسه. لا انا لاعبي ما يصير. واحد من ضيوفك ان شاء الله بيجي مكتبه بقول الحكم ابو عبد الله. انا شاكر لك شكرا جزيلا. حبيبي الله يحفظك. حديث شيق معك. للاسف ما عندي وقت. شكرا جزيلا ابو عبد الله. شكرا سعادة عبد العزيز النومان رئيس او الامين العام لمجلس الشرق الرياضي. ما عندي وقت انا اسف ابو زياد. لا مش مشكله. ما عندي وقت. زين خلاصه الكلام، في كلام وفي في امور جالسه تتحرك للامام. في حراك عالي جدا وهيتم تغيير ان شاء الله في المستقبل. واللي جاي احسن من نشيط يعني مروان بن غليظه. اذا نجح في هذا الجانب واسس لهذا الشيء ياسس لسنوات قادمه. تمام. والله انجاز واضح الحقيقه، والرجل يشتغل لكن لم ينال حقه الاعلامي. وواضح انه من خلال من وين ما نال حقه الاعلامي؟ احنا وش جالسين نسوي؟ لا 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 يعني الافكار هذه ما طرحت اعلاميا بشكل واضح. يعني من عنده هو المشكله، من عند مروان مو من عند الاعلام. على فكره مروان عرضها، مروان عرضها في الخليج يا جماعه ونشرناها، حكايه غرفه انتقالات اللاعبين والحكام الماليه اللي هتتم مستقبلا. والحاجه الوحيده اللي بس حبيت اعمل مداخله فيها مع ابو عبد الله، ان اللي حصل النهارده ده اضافه وتعزيز للنقله، مش ضدها. حلو. يعني ان اللي موضوع مناقشه من المستشارين بس كلام ابو عبد الله كان فيه نوع من العتب، ان احنا ملف وانجزنا فيه. ما انا عارف ليش تشغلوا المجلس التشريعي بهالموضوع. لا لا خلينا نبص المحصله دلوقتي، هل ده افاد ولا ما افادش؟ عمل لك راي عام للحدث، عمل لك راي عام وعمل دعم، عمل لك سبورت ليه عالي جدا ويدعمك ويساندك. هو وجهه نظره كونه عضو في اللجنه. لا فرق كبير. احنا خلصنا الملف. ليش فرق كبير ابو مروان لما يتعمل الجهد ده؟ هو طبعا اتحاد الكره سبق بخطوتين في الموضوع وعاملها من شهرين تقريبا، لكن ان يجي المجلس الوطني ويعززها بهذا التوجه بيعززك اكثر. يعطيكم الف عافيه. في مصلحه اتحاد الكره، في مصلحه هذه مزيد من الدعم. تمام. مزيد من الدعم. بحثت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية استعدادات اتحادات الألعاب المشاركة في الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 12 وحتى 22 من مايو المقبل. مرة هذا بشكل الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا إيجابية في نتائجها لممثل الكرة الإماراتية. العين والأهلي حقق المطلوب في إيران، والوحدة أنجز المهمة وبات ينتظر خدمات الهلال في الجولة القادمة، بينما الجزيرة بقي يغرد خارج السرب محلي بعد خسارته الرابعة في 5 مباريات. الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا كانت إماراتية بامتياز، حيث عاد الزعيم العناوي بالعلامة الكاملة وصدارة المجموعة من أصفهان بعد الفوز وبثلاثية نظيفة على الذوب آهن الإيراني. الأهلي هو الآخر، عاد من العاصمة الإيرانية طهران بنقطة ثمينة من ملعب أزادي بعد التعادل مع الاستقلال بهدف لهدف. وضعية الفرسان في المجموعة الأولى مطمئنة إلى حد ما، حيث يستقبل في الجولة الأخيرة لوكوموتيف تشقند الأوزبكي في دبي. الوحدة وبعد عروضه القوية في الجولات السابقة ضرب بقوة في الجولة الخامسة وفاز على ضيفه الريان القطري ب5 أهداف مقابل هدف، ليعيد إحياء حظوظه في التأهل مرة أخرى شرط تجاوز العقبة الأخيرة بيرسبوليس الإيراني في طهران وانتظار نتيجة الهلال والريان في الدوحة. موضوع التأهل نحن مثل ما قلت لك، لو أنا متصدر المجموعة وثاني المجموعة بتكلم لك عن التأهل، بس أنا متديل المجموعة، علي أني أنا أقدم أداء وفي النهاية مثل ما قلت لك انا مثل دولتي وعلي ان مثل دولتي بافضل صوره. خسرت مباريات، نعم خسرت، لكن في النهايه لازم اعطي انطباع جيد عن المشاركه معنا. اما الجزيره فقد اصر على مسلسل نتائجه السلبيه قاريا، واهدى الفوز والصداره لضيفه القطري الأخوية ب3 أهداف لهدف 1. الجزيره بات يتذيل جدول ترتيب المجموعه الثانيه برصيد نقطه واحده من 5 مباريات. نحن بدينا بداية حلوة الشوط الأول، الشوط الثاني صار عندنا طرد وتأثر الفريق بهالطرد يعني، وقدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل حال يعني.
زين ابو سلطان، شكرا للزعيم وشكرا للفرسان. نعم. تمثيل مشرف. امس الاهلي تشعر انه جالس يلعب في دبي، ما كانه يلعب امام 100,000 او 90,000 او 80,000 متفرج لا يصمتون، وطلع بهذه النتيجه وباقي له نقطه ان شاء الله ويخلص الموضوع. مباراه القادمه انا اعتقد الاهلي في ملعبنا، في ملعبه، وبالتالي عليه ايضا ان يؤكد جدارته ويتاهل مع شقيقه العيناوي لدور 16، وانا اتصور ان الاهلي قريب جدا من المرحله الخطوه القادمه، يعني مقعدين مضمونين باذن الله. باذن الله ان شاء الله بالوحده، باذن الله الوحده ينتظر نتيجه الهلال، لعل الامور تسير ان شاء الله كمان. بص الوحده انا برضو احط مع الاثنين دول اكنه الى حد ما بيعمل اللي عليه. صحيح. علامه الاستفهام الوحيده والقاسيه والعجيبه جدا خاصه بالجزيره، اكتر مشاركه للفريق عامله لنا احساس بالاحباط هي مشاركه الجزيره في الدوري الاسيوي. ما افتكرش بطل الامارات يكون بهذه الصوره المتداعيه جدا جدا للاسف جداً. للاسف مش مقارن، مش يعني انا مش حابب اقف عندها، تعرف شو ابو زياد، من زاويه ان هي بتعكس الحجم الضعيف اللي هو، تعرف شو ابو زياد، ده البطل بتاعنا انت، وتكلمت في هذا الجزئيه واحنا تكلمنا في جزئيه عملت اعاده معادله الوضع النفسي والارتفاع فيه بمستوى عالي، واقلمت اللاعبين مع مستوى التحدي ما قدروا عليه. ليش؟ لان التحضير النفسي المسبق ان البطوله لا تعنينا. حتى دلوقتي لما لعب وهو بطل وحسم البطوله ما قدر برضه مش على مستوى قادر يستعيد، يعني مش قادر يستعيده، ودي حاجه أيوة غريبه. ترى الفرق لها ثقافات، العين ثقافه بطوله، الاهلي مهيئ ان يكون ينافس، يعني ثقافات. صحيح البناء النفسي او فريق بطوله خلاص. صحيح. بس بالمقارنه هو مش اقل من الجزيره، مش اقل من الاهلي ولا من العين. يعني احنا لازم نوصلها بمنظور اللي حصل، لا يقل عنه، مش طبيعي، مش طبيعي. انا شايفه في حاجه غريبه محتاجه معالجه. امس انا شاهدت اجزاء من المباراه، نادي الجزيره من اروع الفرق اللي تنقل كره القدم. وبعدين في حاجه ثانيه، بس كيف شو اللي تلعب مع الاخويا القطري، يعني دايره خليجيه او اول دايره تنافسيه ليك في الخارج، مش اسيا بالمعنى المفهوم اللي هو مع شرق، مع فرق. برافو عليك، برافو عليك، ما زلت في دايرتك الخليجيه وما يصحش تكون بهذا المستوى الفارق الكبير. يعني كلام سليم. الى فقره الاخبار، اخبار ملاعبنا تتابعون فيها. غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سالم بن بهيان العمري السيد عبد الله العجلة نائب رئيس شركة الشارقة لكرة القدم 100,000 درهم بسبب تصريحاته التي هاجم فيها اتحاد كرة القدم عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الوحدة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة. كما غرمت اللجنة عبد العزيز محمد عضو شركة الشارقة للكرة 10,000 درهم ووجهت له انذارا بسبب تهكمه على حكم المباراة. أكدت صحيفة ليبرو الأرجنتينية عبر موقعها الرسمي في شبكة الإنترنت يوم أمس على اقتراب المدرب إدغاردو باوزا من التعاقد مع اتحاد الكرة الإماراتي لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلفا للمدرب مهدي علي الذي استقال من منصبه بعد الخسارة من استراليا في تصفيات كأس العالم. تقرر إقامة المباراة الحاسمة لدوري أقوياء اليد بين الشارقة والنصر يوم غد الخميس، حيث يخوض الشارقة المباراة بفرصتي الفوز والتعادل لحسم لقب دوري كرة اليد للموسم الحالي، بينما يتطلع النصر للفوز من أجل تأجيل الحسم عبر إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين. اجتاز حكمنا الدولي لكرة القدم الشاطئية إبراهيم المنصوري بامتياز اختبارات اللياقة البدنية والنظرية لحكام كأس العالم للشاطئية، والتي ستنطلق في الفترة من 27 من أبريل الجاري ولغاية 7 مايو المقبل في جزر الباهاماس، وأجريت الاختبارات للحكام تحت إشراف لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي الفيفا. وصلنا إلى الختام، ولكن واحد من الأخبار أحد الزملاء علق عليه في تويتر، موضوع السيد باوزا المرشح لتدريب منتخب الإمارات، قال إذا هذا المدرب لم ينجح مع قائمة نجوم نادي برشلونة فكيف سينجح مع منتخبنا الوطني؟ تساءل. شكرا لك أبو سلطان. مشكور. شكرا لك أبو زياد. خليك تسلم، يعطيك ألف عافية. أحبائي الكرام، وصلنا إلى الختام، دمتم بخير.